لو الحكاية فيها إن فيديو. النهاردة الأربعاء 24 أغسطس، والنهاردة القمر موجود في برج الثور. عندنا كمان النهاردة الشمس وفينوس وعطارد والمشتري، أربع كواكب موجودين في برج العذراء، وعندنا زحل والمريخ في برج القوس، وعندنا ثلاث كواكب بيتراجعوا، أورانوس بيتراجع في الحمل، وبلوتو بيتراجع في الجدي، ونبتون بيتراجع في الحوت. وخلينا نشوف الحالة الفلكية بالشكل ده هتأثر ازاي على الـ 12 برج.